منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولاً واستقراراً لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجداً ورقياً وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. من موقع هذه الأزقة في دمشق القديمة كان يدار العالم ذات يوم، وكان الخليفة الجالس في قصر خلف هذه الجدران يحكم دولة تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى حدود الصين شرقا. هنا أرسى أول خليفة أموي وهو معاوية بن أبي سفيان قواعد دولة لم تعمر طويلا في عمر الزمان، لكنها تركت بصمات لا تمحى في تاريخ العالم، وحضارة لا تزال شواهدها خالدة باقية. هذا الحي من دمشق القديمة يسمى الخضرة، وهو يقع إلى الجنوب من مسجد بني أمية الكبير، وفيه بنى معاوية أول مؤسسات للحكم الإسلامي في هذه المدينة بعدما ولاه عمر بن الخطاب عليها بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان أحد قادة جيوش الفتح الإسلامي عام 18 للهجرة. فاتخذ معاوية من موقع أحد القصور القديمة قصرا له ودارا للحكم، وبنى عليه قبة خضراء، فعرف القصر بعدها بهذا الاسم. نحن الآن في منطقة تسمى منطقة الخضراء، وذلك نسبة إلى قصر الخضراء الذي تم بناؤه في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. طبعا هذا القصر أزيل نتيجة الحرائق التي تمت وربما بعض الزلازل التي حدثت في الشام، وقد تم بناء قصر العظم، وهذا يعود للعصر العثماني في على جزء من أنقاضه. قبل أن يصبح معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين أمضى هنا نحو 20 سنة، وهي فترة ولايته على الشام يرسم معالم المستقبل لدولة أراد أن يؤسسها، لكنه لم يستبق وقائع التاريخ وقوانينه، بل سار معها وأفاد منها إلى أن تحقق له ما أراد. سيدنا معاوية كان يدير الشام وكان واليا على الشام واكتسب الخبرة، لكن
قبل هذه الخبرة السياسية هو أصلا من بيت حكم، لأن والده أصلا كان زعيما في قومه وكان مطاع الرأي وكان له نفوذ. ولذلك نقول أن معاوية كان أصلا من بيت سياسي وبيت مشورة وبيت حكم. أضاف إلى ذلك أنه عندما تولى بلاد الشام أصبح قائدا سياسيا وله آراؤه المستقلة أحيانا. مكث ما يقرب من 19 عاما متوليا لأمر الشام في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي. كل هذا ساعد على البعث الروحي، على المبايعة الغير مباشرة من أهل الشام. كان هناك نوع من التقارب لأنهم عرفوا الرجل وأحسنوا إدارته وحنكته للأمور، فتولى أمر الشام كخليفة للمسلمين 20 سنة، وهو بذلك أول ملك في الإسلام. التحول الذي استثمره معاوية قبل 6 سنوات من توليه الخلافة هو اغتيال الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه عام 35 للهجرة، فأصبح معاوية على رأس المطالبين بدم عثمان. لكن هذا المطلب انتقل من موقف نظري إلى حرب جرت وقائعها في هذا السهل الذي تغطيه الآن مياه سد الفرات في الشمال الشرقي من سوريا، وهي معركة صفين بين الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب وبين الثائرين عليه بقيادة معاوية. فيما يخص معركة صفين المؤسفة التي حدثت في القرن 7 حدثت في هذه البقاع بدءا من خلف هذا الجبل بامتداد الغرب حتى مسافة تقدر ب30 كيلومتر. هنا في هذا السهل حدثت هذه المعركة، وفي الجهة الغربية تنتهي عند أطلال مدينة بالس مسكنة القديمة. بعد تشكل بحيرة السد بعد عام 1973 كل هذا السهل الذي حدثت في هذه المعركة الآن غمرت بمياه السد، ثم هناك أيضا بقية في الجهة الجنوبية الآن مزروعة بالأشجار الحراجية. رغم أن معركة صفين التي وقعت عام 37 للهجرة انتهت نهاية غير حاسمة، إلا أن معاوية استغل نتائجها سريعا فضم مصر إلى ولاية الشام عام 38، ثم سيطر على الحجاز عام 40، وهو العام الذي اغتيل فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع الحسن بن علي بعده الخلافة. وكادت تقع حرب بين الجانبين لولا إدراك الحسن يومها اختلال موازين القوى لغير صالحه، فتنازل عن الخلافة لمعاوية عام 41 للهجرة مشترطا أن يعود الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين. سيدنا الحسن أراد أن يقضي على فتنة لو أنه لم يتنازل، ولذلك سمي عام التنازل عن الخلافة للأمويين بعام الجماعة، حيث أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأن ابني هذا سيد وسيجمع الله به فئتين من المسلمين عظيمتين. بذلك انتهت مرحلة الخلافة الراشدة وقامت رسميا دولة بني أمية التي تنتسب إلى أمية بن عبد شمس، وانتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشق. بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة اكتملت عوامل تولي معاوية رضي الله عنه الخلافة وتهيأت له جميع أسبابها، فبويع أميرا للمؤمنين عام 41 للهجرة، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وأصبح هذا العام وهذا الحدث من مفاخرها التي تزهو به على مر العصور، فقد التقت الأمة كلها على زعامة معاوية ورضيت به أميرا عليها. استقرار الأوضاع في عهد معاوية
ساعده في تنفيذ مشروعه الكبير لمد نفوذ الدولة الإسلامية إلى أقصى مدى يمكن تحقيقه وإقامة دولة عظمى يسود فيها العرب والعجم. معاوية رضي الله عنه كسرى العرب كما يقولون عنه، كان واليا على الشام في عهد عمر وعهد عثمان، ولي أكثر من 20 سنة. سيدنا معاوية كان يتمتع بحماوة الدم ويتمتع بطموحات واسعة، ولهذا الذي جعل من معاوية يصبح خليفة أن لديه كان طموحا بأن يصبح هو القائد العام لكل بلاد المسلمين. ومن هنا بدأ معاوية ينفذ هذا التعبير عن رغباته الذاتية بخدمة الإسلام، أي أنه استخدم فطرته التي فطره الله عليه من حب النفوذ والتوصل وتوسيع الملك، استخدم ذلك لخدمة الإسلام. أدرك معاوية أن مواجهة الدولة البيزنطية وهي العدو الأكبر للدولة الإسلامية تتطلب تأسيس أسطول بحري لمنع البيزنطيين من مواصلة اعتداءاتهم على الثغور الإسلامية في شرق وجنوب البحر المتوسط، ولتحقيق هدف أكبر وهو الوصول إلى القسطنطينية عاصمة الروم البيزنطيين التي تعد فيها الخطط والمكائد للدولة الإسلامية. كان يطلع إلى القسطنطينية لأنه يرى أن هنا مربط الفرس، يرى أن السيطرة على هذا المعقل فيه إراحة للمسلمين. لا ننسى أن الروم كلما مر المسلمون بأزمات يهاجمون أطراف الشام واستغلون الجراجم الذين يعيشون شمال الشام ويحرضونهم، واستغلون قدرتهم البحرية في الهجوم على سواحل الشام. فكان معاوية يطلع إلى ضرب البيزنطيين أو البيزنطيين في معقلهم في القسطنطينية. بدأ معاوية بتنفيذ تصوره هذا مبكرا، فعمل على ترميم الموانئ والقلاع على ساحل البحر المتوسط، وساهم في إعمار دور صناعة السفن التي تركها البيزنطيون في المدن الساحلية، ثم أرسل دوريات استطلاعية بحرية إلى ثغور الروم. كان على خبرة ودربة بأمور البحر، لأن الشام كانت على البحر تطل على البحر المتوسط. ويعلم معاوية أن الروم ذات القرون القوية الأبية تتربص بالمسلمين الدوائر، وكان الروم يتميزون بالقوة البحرية وكانت لديهم الأساطيل. لذلك كان معاوية رضي الله عنه يحث الصحابة على الغزو. عام 28 للهجرة وجه معاوية أول حملة بحرية ناجحة إلى جزيرة قبرص، شارك فيها كثير من الصحابة، واستشهدت فيها الصحابية أم حرام ودفنت في قبرص، ولا يزال موقع دفنها مشهورا إلى اليوم. ثم أتبعها بحملة أخرى عام 32 للهجرة. كانت قبرص خنجر في ظهر المسلمين، فتح قبرص حولها لخنجر في صدر الروم. لذلك كان سيدنا معاوية يعني أوتي الرؤية البعيدة في هذا الفتح، وقد عرضه بعض الوزراء، يعني قال لا نريد البحر وهذا أمر صعب، ولكنه أراد أن يفعل هذا الأمر، وكان هي أول خطوة من أجل فتح بلاد الروم والدخول في بلاد الروم من أكثر من جانب، من الجانب البري ومن الجانب البحري. قبرص في موقع استراتيجي خطير وخطير جدا، مشرف على البلاد المفتوحة آنذاك الإسلامية، فكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من أن يأتيهم هجوم من جهة قبرص لتوسطها في مكان استراتيجي ومهم، فأرادوا غزوة وفعلا غزيت وأخذت البلد بفضل الله تعالى، أخذت قبرص وبقيت إسلامية قرونا طويلة إلى أن أخذت منا بعد ذلك. عام 34 للهجرة ساعد النجاح في قبرص في تحقيق البحرية الإسلامية أول انتصار لها على أسطول البيزنطيين في موقعة ذات السواري أو الصواري. يحدثنا التاريخ عن معركة ذات السواري، المعركة التي أكدت تفوق البحرية الإسلامية على البحرية الرومانية. معركة ذات السواري حدثنا المؤرخون كثيرا عنها، لكنهم لم يقطعوا
أي مكان كانت هي. قالوا إنها كانت في البحر المتوسط أو في بحر الروم. أحد المؤرخين فقط قال إنها كانت قريبة من الأناضول وأنها سميت بذلك الاسم لأن هناك أشجار في الأناضول كبيرة ذات صواري. لكن لدينا بعض المعلومات المؤكدة. المعلومة المؤكدة أن هناك قوة بحرية مصرية شاركت في هذه المعركة وكانت القوة الرئيسية. المعلومة الثانية المؤكدة أن والي مصر في ذلك الوقت الوالي مصر الأموي هو الذي قاد هذه المعركة. عام 41 للهجرة بدأ معاوية يرسل حملات استطلاعية إلى القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، تلتها حملة عام 49 للهجرة شارك فيها عدد من الصحابة، واستشهد فيها أبو أيوب الأنصاري على أسوار القسطنطينية ودفن هناك. قسطنطينية تتمتع بموقع استراتيجي عظيم. أولا توجد فيها دفاعات طبيعية محاطة بالبحر من ثلاث جهات وبمضائق صعبة الاختراق، بالإضافة إلى سورها المنيع المشهور عبر التاريخ. ثلاثة استخدم البيزنطيون في داخل القسطنطينية سلاحا جديدا يدعى بالنار الإغريقية التي كانوا يقذفونها على الجنود المسلمين. أخفقت حملات أخرى إلى القسطنطينية، كان من أشهرها حملة بقيادة مسلم بن عبد الملك، ورغم أنها فرضت حصارا على القسطنطينية وتركت آثارا لا تزال قائمة إلى اليوم. الحملة الكبرى الحقيقة اللي هي في زمن سليمان بن عبد الملك، والتي يعني لحق المسلمون فيها نوع من النصب والتعب ولم يحققوا الأهداف، فاضطر الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يستعيد هذه القوات، فوجد أن الاعتناء بالداخل وإصلاح الدولة في الداخل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والدينية أفضل بكثير من بقاء هذا الجيش الذي لم يحقق الهدف المطلوب حول أسوار القسطنطينية. في شمال إفريقيا واصل الأمويون الفتوحات التي بدأها عمرو بن العاص ووصلت إلى الإسكندرية، ومنها انطلقت إلى شمال إفريقيا. على شاطئ البحر المتوسط في مدينة الإسكندرية قريبا جدا من ميدان المنشية قلب المدينة. مدينة الإسكندرية بعد أن فتحها عمرو بن العاص واستقر الحكم الإسلامي في مصر من خلالها، ظل الرومانيون يطمعون دائما في غزو مصر واستعادتها ثانية، فظلت الغزوات تأتيها. كانت الغزوات تأتي من هنا من البحر المتوسط، ولذا اهتمت الدولة الأموية ببناء أسطول إسلامي قوي في هذه المدينة. عام 41 للهجرة أرسل عقبة بن نافع في حملة إلى برقة وطرابلس الغرب، فتمكن من دخولهما ثم تقدم غربا في مناطق القبائل الأمازيغية. وبعد ذلك أسس عقبة مدينة القيروان لتكون قاعدة للفتح الإسلامي في شمال إفريقيا، ثم واصل فتوحاته حتى وصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي. حتى قال عقبة بن نافع عندما انتهى من بر الشمال الأفريقي ودخل فرسه في البحر حتى بلغ صدره، قال: أعلم أن الله قد أمرني بأن أوصل كلامه وقرآنه إلى العالم كله. لو علمت أن بشرا يسكن وراء هذا الماء لاختشت البحر حتى أصل إليهم وبلغهم دعوة الله. في طريق عودته إلى القيروان قتل عقبة في حملة أمازيغية بيزنطية مشتركة. وفي عهد الوليد بن عبد الملك تم تعيين موسى بن نصير واليا على بلاد المغرب، فعاد تنظيم القوات وأحكم السيطرة على شمال إفريقيا، وعد قادة من أهل تلك البلاد منهم طارق بن زياد الذي سيطر على ساحل المغرب الشمالي وخاصة مدينة طنجة.
ولتأمين الوجود الإسلامي في شمال إفريقيا من خطر هجمات القوط الغربيين الذين كانوا يحتلون إسبانيا. وجه موسى بن نصير حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك إلى البر الإسباني عام 91 للهجرة، فسيطر على جزيرة بالوما التي عرفت فيما بعد بجزيرة طريف، ثم أغار على منطقة الجزيرة الخضراء واستطلع مناطق جنوب الأندلس. وفي العام التالي توجهت قوة بحرية من 7000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد إلى شاطئ الأندلس، ونزلت عند سفح الجبل الذي أصبح منذ ذلك الوقت يعرف بجبل طارق، ثم تقدمت نحو الجزيرة الخضراء وسيطرت عليها وخاضت معركة مع القوط عرفت بموقعة وادي لكة، وكان النصر فيها حليف المسلمين. الأندلس كانت تمثل أمرا مهما لدولة الإسلام. الأندلس في ذلك الوقت كانت تعيش حالة من الفوضى بسبب كثرة من يتولى أمرها وممن لا يحسنون إدارتها ولا إقامة العدل فيها، وكان من آخرهم القوط. ولأن أمة الإسلام حريصة على الامتداد، امتداد الدولة الإسلامية، حريصة على فتح القلوب قبل فتح البلاد، حرص الأمويون على فتح الأندلس. ما تم في العهد الأموي من فتوحات كان أوسع امتداد حققه المسلمون في جميع عصورهم، ولم يتحقق مثيل له إلا على يد العثمانيين بعد القرن الثامن الهجري. دولة مترامية الأطراف يحكمها خليفة، أسقطت جميع الأمبراطوريات، جعلت اللغة العربية هي اللغة الرسمية، أصبح القرآن يصدح في كل مكان، أصبح الأذان يصدح في كل مكان. الدولة الأموية دولة كانت ممتدة، ونستطيع أنها أن نقول أنها من أقوى فترات التاريخ الإسلامي. في دمشق، ومع شعور معاوية بدنو أجله عام 60 للهجرة، رأى أن هذه الدولة العظمى التي أسسها لن يترك إدارتها لغير بني قومه من الأمويين، رغم التزامه للحسن بن علي بأن يعود الأمر شورى بين المسلمين. لذلك عمد قبل وفاته إلى أخذ البيعة لابنه يزيد، وألزم الناس بهذه البيعة التي أثارت كثيرا من المعارضة وخاصة في الحجاز والعراق. نحن الآن في تربة باب الصغير في دمشق، وأمام قبر معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية. هذا هو قبر معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية الذي بدأ حكمه عام 41 هجرية واستمر حتى عام 60 هجرية، حيث توفي ودفن في هذا المكان. طبعا معاوية أول خليفة أموي وأول من جعل الحكم وراثي في الواقع في الإسلام، حيث قبل ذلك كان الحكم عن طريق الشورى، وجعل معاوية الحكم وراثي عندما أعطى البيعة لابنه يزيد. كأن المسلمين أحسوا بأن عهد الملكية قد ابتدأ، وأن القضية ستختلف عما كان عليه المسلمون الحاكمون قبلا، وبالتالي أظن أن الوضع أصبح في حالة توجس وتخوف لما سيسفر عنه هذا الوضع الجديد. وسوف نشهد بعد وفاة معاوية ثورات عنيفة تراق فيها دماء إسلامية، وتؤدي إلى اهتزاز حكم بني أمية وتعطيل مواصلة تنفيذ مشروعهم الكبير، لولا ظهور جيل جديد من الخلفاء تولى مسؤولية الإنقاذ وأعاد بناء دولة بني أمية